هنا في كتاب أم البنين لعلي الرباني الخلخالي، هذا عالم من علماء أعتقد أفغانستان، يقول السيد مهدي السويج صاحب كتاب أم البنين سيدة نساء العرب: سئلت عدة مرات في أماكن متعددة عن تاريخ وفاة أم البنين، كما سألت أيضا عددا من أهل الخبرة في ذلك، فكان جواب لمن سألني وجواب من سألته جوابا واحدا، وهو لم يعثر على ذكر يوم وفاة أم البنين أو سنة وفاتها. يعني كأنه الحديث القضية تحتاج إلى متابعة حتى واحد يقدر يوصل إلى نتيجة. إذا ما كانت نتيجة دقيقة فتكون نتيجة كما يقال قريبة. نعم، هسه ورد في بعض الكتب، هذا كما ورد هنا في كتاب وقائع الشهور والأيام للبيرجندي، يقول وفيه، يقصد يوم الثالث من جمادي الثاني، توفيت أم البنين الكلابية سنة 64، ونقل ذلك عن الأعمش. هذه قد يكون يعني واضح أنها لم تستشهد وإنما توفيت. هل صحيح أن كتاب المراجعات ليس حقيقي والنسخة القديمة فقدت؟ لا عزيزي، لا لا عزيزي، وإنما الفرنسيون عندما تصدى لهم السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، فهجموا على بيته ولم يكن موجودا، فأحرقوا مكتبته. في ذلك الوقت السيد ما احتفظ بنسخة من كتاب المراجعات، فلذلك أعاد كتابة الكتاب مرة أخرى وينقل هكذا عنه سيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، يقال بأنه كانت له حافظة جدا دقيقة، يعني جدا قوية، فلذلك أعاد كتابة الكتاب مرة أخرى. يعني النسخة يعني الأوراق التي أرسلت له والتي أرسلها كان محتفظا بها، ولكنه كان يحفظها، فلذلك لما دخل الفرنسيون إلى مكتبته وأحرقوها، ماذا صنع السيد؟ أعاد كتابة هذه الكتب لأنها كانت رسائل. طبعا عند بعض الكتب ما استطاع إعادتها. باقي عندنا 7 دقائق وينتهي البيت.